في ناس كتير قوي بيقولوا ان احنا وده حقيقة يعني احنا في عهد السرعة كل شيء سريع. الاغنية القصيرة هي سيدة الموقف. أيوة. الجيل الجديد بيقبل على الاغاني السريعة الريتم وايضا بيقبل على الاغاني حتى من الاغاني الغربية، تجد يسمع توم جونز ويسمع كذا والبنات بيرقصوا الرقص العنيف الحديث ومع ذلك الظاهرة الغريبة انه مع هذا التيار ايضا مرتبطين باغاني ام كلثوم وبيسمعوها بشغف وباحساس. تفسير كده الموسيقى العربية بيرجع لاصله للغته. طب اشمعنى في اغاني حضرتك رغم انها اغاني طويلة ما فيش حاجة اسمها اغنية طويلة واغنية قصيرة. ازاي؟ اقول لك ازاي. يعني الاغنية انا بعملها في ربع ساعة في الاسطوانة مع التكرار. اللي بخلاها طويلة ايه؟ الناس بتطلب تاني فبتقعد ساعة او ساعة ونص او ساعتين، لكن هي يعني لما تسمعها في اسطوانة مع التكرار تبقى نص ساعة. نص ساعة برضو اغنية طويلة يعني مع التكرار. برضو مع التكرار. لان اقصد الاغاني القصيرة. طب حضرتك ليك يلوم من الاغاني في منتهى الجمال، وانا بالمناسبة اغاني الافلام. سلامة ومع هذا لما غنيتها في الحفلات كانت تاخد ساعتين، يعني غني لي شوية شوية ومش عارفة وايه وايه. وكانت بتاخد برضو اللي انا غنيتها في خمس دقايق يعني كانت بتاخد ساعة. يعني جو الحفلة هو اللي بيحكم. لا هو اللي الجمهور هو طب حضرتك مش ناوية تعملي يعني الى جانب الحفلات اغنيات قصيرة؟ ليه تحرمي الناس من الاغنيات القصيرة الظريفة؟ ما بقول انا بقول ايه، ما احنا لا مش قصيرة. لا مش اغنية الحفلة اللي بتتعمل في نص ساعة، انا عاوز الاغاني زي اغاني القبلة 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 والاغاني اللطيفة الصغيرة. يا صباح الخير يا صباح الخير يا اللي معانا. اجمل اغنية صباح اتعملت ولا يمكن. اغاني في رابعة اغاني رابعة. طب بس بعدها ما فيش حاجة اتعملت، ده اللي انا بقوله بقى. هو ما فيش نص الا بعد كده اللي هي الثلاثية المقدسة. يعني في حاجات يعني لو فيه لوحات من هذا النوع انا مستعدة نعملها. في واللون ده كمان جميل قوي الحقيقة جدا. يعني في كل حاجة يعني في قصة. وبعدين دي بتبقى يعني بتدي روح للملحن، بيبقى فيه خطوط بتوجهه تعمله. وفي الواقع الثلاثية المقدسة رائعة والصنباطي عمل فيها عمايل عظيمة حضرتك الحقيقة. ده أصلها مشاعرك أنت بقى يعني حلو. يعني إحساسك الحقيقي يعني الهيئة كويسة وأنا تعجبني أوي.